مقصد اليوم: كن صادقا في كلامك ليكن كلامك صحيحا 100%. لا تزيد ولا تضخم الأمور للتأكيد، بل كل الأشياء كما هي. نهار مبارك. حلقة جديدة من كاري سرير معكم اليوم، حلقة كمان مثل كل هالحلقات اللي بتتضمن أفكار أنتوا تقدروا تنفذوها بالبيت، يعني تتعلموها، وعندكم صار هلأ الحظ يعني والشانس أنه بدل ما نروح على معهد نطلع من البيت ونعلق بالعجقة وندفع مصاري، صار المعهد عم بيجي لعنا على البيت وعم تتعلموا الاشياء انتوا قاعدين قدام شاشه قناه تيلي لوميير المباركه. اليوم الحلقه كثير حلوه، بدكم تقولوا لي ليه؟ لانه هي اول حلقه من تكنيك معينه سمر عيتاني معنا رح تفسر لنا اكثر. بونجور سمر. بونجور، كيفك؟ نشكر الله. يعني شايفه هول الاشياء الحلوه على الطاوله، انا ما بعرف، كثير كثير حلوين، يعني مش مصدقه كيف بدنا نتعلمها. هي على كذا ايتاب هيدي التكنيك، ولا انه هلا بنص ساعه ما رح فينا ناخذ كل شيء؟ حناخذ كل شيء. رح ناخذ كل شيء. نحن بتحدي دائم. اوكي، هذا الشيء يلي اسمه موزايك. صحيح، يلي بنسمع انه بيتعلموا موزايك، يلي أو هو من اصعب الفنون. اوكي، تعتبر نعم واقدم الفنون. كتير حلو، رح يعني مثل ما انا شيء جديد علي. خلينا انت تفسري لنا على طريقتك شو هو الموزايك. هلا مثل ما بتعرفي انه انا مهمتي بالتعليم نعم اني هون الصعب، اوكي، وروح لاسهل طرق لنتيجه بيرفكت لازم أوكي. تكون نعم، هيدا مبدئي بالتعليم. الفسيفساء او الموزايك نعم. اللي هي معروفه هيدي الكلمه بالعربيه الفسيفساء، اذا بتدخلي على التاريخ بتلاقيها من اقدم الفنون بالعالم، وخاصة نحن الشط اللبناني وامتدادا إلى سوريا مشهورة بالموزايك، وخاصة بالأثرات لقيوا كتير قطع من أهم القطع القديمة واللي إلها تاريخ معين على هيدي الشطوط اللبنانية. نعم، فمشان هيك هو يعتبر من الفنون القديمة. بس نحن طبعا بعصرنا الحالي منروح للأشياء الأبسط، وبالتعليم إجمالا لازم نروح للأشياء الأبسط. فأكيد صار في معدات أهم، صار في طريقة أهم، صار في ألوان، لأنه عادة بيستعملوها من الأحجار الموجودة بالطبيعة، وغالبا بتكون رخام. وطبعا لما تروح للرخام بتروح للاشياء الفخمه، تعتبر بيحطوها بالقصور، بالفلل، بالارضيات، بيحطوها تابلويات مع الحجر الطبيعي. نعم. بس يمكن الرخام صعب يتنفذ بالبيت. صحيح، يعني مشان هيك انت بدك تعطينا في لها طريقه في لها طريقه بالبيت. أوكي. بنحكي فيها لاحقا، بما انه اليوم اول حلقه ما حنبلش بالصعب كثير. نعم. حنروح للميديوم. اوكي، اللي مشان انا بعرف انه في لها عشاء كثير الموزايك، وبعرف من تلاميذي قد ايه يعني بيجوا بدهم يعرفوا الموزايك. وانا تعلمت، كان عندي الحظ اني اتعلم الموزايك على ايدين استاذ تلياني اسمه ماركو برافورا، وفي له قطعه فنيه موجوده ببيروت بشارع باخر شارع فيردا، بيقدر حدا يروح يتفرج عليها. نافوره كلها من قطع الموزايك اللي معموله على فترة زمنية طويلة، يعني تصارت قطعة. نعم. حتى ما نحكي كتير هلأ، بركي نحن عم نشتغل نحكي بس. نعم. هو يعني للشرح الموضوع ضروري أنه ناخد وقتنا. أوكي. بركي كل مرة بنحط شوية معلومات زيادة. نعم. لنقول بس تنقول هلأ نحن تنروح للألوان الزاهية شوي ما أنا موجودة إجمالا بس سمر الموزايك، بس لأن في منهم ما بيعرفوا. نعم. الموزايك هو قطع، يمكن ازاز، رخام، يعني على انواع غالبا احجار مكسره. نعم. وبتتلزق حد بعضها على صحيح غرض. بتكون هي على شكل كيوب، يعني 1 سنتيمتر سكوير، من اربع جهات هي 1 سنتيمتر او. نعم. اقل. بس هلا غالبا بعدين انا رح اجيب الحجر بشكل على حقيقته على طبيعته. نعم. ونفسر اكثر لما نروح ل نعم بركي بنعمل طاوله شي يوم. نعم. كافي تيبل، لانه هون بنشوف قطع يعني بتجي اسيمتريك، مش صحيح. مش مثل بعضها. رح نسهل الموضوع او حنروح دايركتلي. نعم. اذا نحن بدنا
نعمل لنقول هالقطعة بالمكتبات بتلاقي اشياء مربعة سكوير او مدورة مثل هاي القطع اللي هي بتشبه زرار شوي يعني. أوكي. سهلة التلزيق والتنظيف. وفي عنا القطع اللي بتشبه هيدي منلاقيها ممكن ما نلاقيها بالمكتبات، منلاقيها عند اللي ببيعوا بلاط الحمامات او اشياء سيراميك للحمامات. كل المتخصصين بهالموضوع هتلاقي نعم. عندهم قطعة مربعة هيك 30 ب 30 بتكون شبك وملزق عليها قطع بشكل يمكن جنب بعض اما معمول ديزاين لانه البلاطين بياخذوها بيلزقوها مثل نعم. ما هي في مواد. فانا متحمسه اني هلا اعطيكم على السريع حتى نلحق. بناخذ نحن دائما هيدي القطع بنقعها بمي وبفكها عن الشبك او عن المي. أوكي. بصير عندنا قطع هيك ملونه، في منهم بيجوا لون واحد في منهم مع بعض. انا مشكله يعني موسع الموضوع شوي وبدي اخبركم انه في قطعه مناسبه اللي هي قطاعه اللي هي مثل كماشه بس من فوق بتقطع بهالطريقه، بتنحط هيدي بالنص وبتقطع. ممكن نستعملها، انا ما جبتها معي اليوم لكن مره جاي كمان بجيبها ومنجربها. بس الاسهل هي هيدي القطعه. حاليا مش كتير متوفره بلبنان، ممكن تنطلب اونلاين وانا عندي كميه يعني عم بيع على تلميذي تحضر لهم. هيدي كتير مهمه لانه فيها دولابين بولاد تقطع الازاز السيراميك الحجر كتير اشياء لانه البولاد ما بيتكسر بسهوله. اللي بدي اقوله كمان انه فينا ناخذها بكل بساطه، اذا بدنا اياها بالنص راح امس القطع بالنص يعني الدولابين جايين عليها من فوق من تحت وعد 1 2 3 كات تقطع بشكل جالس. بدي اياها تربيعة يعني ما بت هيك بتعملها ما بتعمل زيكزاك. هيدي يعني القطعه بروفيشنال لهي القطعه هي الفن. بس اكيد لما نروح للحجر وهيك اكيد ما بنستعمل هيدي. اوكي فحنستعمل هاي الطريقه اللي هي زرحنا قصيناهم بدنا اياهم مربعين صغار، حنقص بهالطريقه. اذا بتلاحظي هي قطعت، نرجع منعيد الفكره. هون في شقفه نص ثاني. منعيد الفكره بوحده ثانيه، بمسكها بالنص، شايفه كيف منقوطه، برجع بالقطع بهالطريقه وبقص. بس بضغط مره واحده بمسكها من الاخر. اكيد هلا تلاميذي كلهم يعني بيتمرنوا على هاي الاشياء. أوكي. قبل لانه بدها شويه شرح. بس هي قطعه سهله جدا، بتلاحظي انه صار عندنا اذا بدنا بالطول بنرجع بنعملها رفيعه اكثر كمان بالطول، صارت عندنا تربيعه او مستطيل وقد ما فينا فينا نصغر. رح نعمل هلا فكره سريعا وهي بدها أكثر من حلقة بس أنا من الله راد بدي أخلصها بهاي الحلقة. أوكي. بنستعمل دائما للتلزيق لأنه إذا بدنا نروح للموزايك القديم بينعمل indirect، بينعمل وبيرجع بينقلب. في له طريقة أكيد رح نستعملها بطريقة قريبا على قطع صغيرة لنبين الفكرة. واللي بيحب يجي لعندي على الصفوف هياخد معلومات كتير. أكيد. بتفوتوا على الانستا، عندك انستا كمان تماما هيك؟ عندي انستا ماني كتير نشيطة. ايه وفيسبوك يلي هو الاسم البيج عندي سمر هاندي كرافت، سمر لوحدها هاندي كرافت بالاس بالاخر. ليلي بده ياخد تفاصيل على المعاهد وين موجودين، في بفردان بالزلقة هلا مجددا بعنعار هيك؟ في عندي موزعة كل الاثنين لانه مطلوب مني بعده مطارح، فقلت هيك بيكون الصفوف مناسبه للكل. انا راح احط الغري العادي. أوكي. البسيط وراح استعمل هودي ملونين، اخترت انه يكونوا ملونين بس انه بحطها وبصفها، راح احط فوق وتحت بشكل عشوائي تشكيله الوان. انا بس بحط القلوب بالريشه وبلش احط الحبوب السمارتيز بالضبط حتى ضلك تشتهي الشغل اكثر تشتغلي بطريقه شغل الالوان حلوه. فيك تحطي سمارتيز قدامك، حبه سمارتيز وحبه
اهم شيء الواحد اللي بيعمل شيء فني يكون يعني مستمتع بوقته. بدي لهيك خلينا نخلص بايدنا وبنرجع نحكي عن هالشيء، بس اكيد قديش حلو هذا الشيء اللي عم نشوفه. انا رح استعمل هلا الطريقه، هلا كمان كثير مهم انه تكون جالسه بهي الطريقه حتى ما يزحطوا، بس ما انه عم نستعمل الفخار حتلاقي انه هين لانه التلزيق جامد والفخار بشده لعنده، فنحن عم نحط هدول ما بتلاحظين ما حيزحطوا، مش بسهوله بزحطوا. وعم تحطيهم هيك كيف ما كان، ما ضروري يكونوا مصفوفين فوق. انا بحط فوق تحت وبحط بالفراغات. أوكي. بالنص. هي الطريقه البسيطه. رح اوقف هون ونحكي عن البادي هون. انا اخترت انه يكون هون ابيض. اوكي، وبحط له الروبه، يمكن لون فاتح او لون روبه البلاط هي اللي بنحطها بعدين لحتى تسكر المسامات بين الحجر والحجر، لاحقا حنحكي فيها. اذا اخذت انا الابيض رح يكون هيك مربعات. بهيدي القطعه رح استعمل مش مربع، رح استعملها تريانجل، لان المثلث لما تركبيه جنب بعض ما بياخذ، يعني ما في لزوم كثير ترتبيه. رح استعمل هاي الطريقه، قطعه واحده قطعه واحده، صار عندي شوفي البساطه، باخذها من الزاويه للزاويه. بمسكها قطعه، خصوصا للمبتدئين يعني اذا هيك تريانجلات احلى من هيك، اهين ما يكونوا كاريات كثير بتفش الخلق، كنا عم تكسري شيء مزبوط. وما بدها كثير شد ابدا. ما هيدي انا بحب استعملهم للناس اللي ما بدهم يعملوا افور على ايديهم، بكفي يعني ست البيت. نعم. بتكون كثير شاغله بالبيت وعلى مدى طويل انه لازم شوي تريح ايديها. اللي ما عندهم مشاكل بايديهم وبيقدروا بعد انه يقصوا، هيدي كثير سهله يعني ما بدها كثير شد. نعم. نحن شو بنعمل؟ بنعمل كميه وبنرجع بنحط هاي مساحه، مساحه مقبوله يعني ما بنكتر، وكمان بس انا بشوف انه تحت مع هيدا الحجر لانه في له القفا منه مالس كثير لازم شوي نكتر اكثر الغري، واذا اجى بيناتهم مش غلط لانه بيمسكها اكثر للحجر. اذا بتلاحظي الغري سميك شوي. نعم. انا غري مثل ما هو ما حطينا له شيء ابدا. بتعرفي يمكن عم فكر حط غير لون حتى يبين مع الغري. يبين على الكاميرا. رح اغيرها، رح اروح بركي احمر او الازرق، رح اروح الازرق. اوكي، رح اقصها كمان تراينجل، رح شكلهم. ولزقهم هيك ببين مزبوط اكثر، وهو لون موجود اصلا بهي. شوفي الطريقه السهله، انا مثلا لانها تريانجل رح فوت بس بالفراغ واترك شويه فراغ بيناتهم. أوكي. لازم يكون في سبيس حواليهم وبشكل تقريبا عشوائي. لاحظي كملت هالمساحه كلها ومش عم يوقعوا. وإذا حسيتي إنه القطعة اللي عم تشتغليها مبرومة زيادة فينا نستعين بسكوتش تيب نحطها موقت لبين ما تنشف لتاني يوم. أوكي، فإذا أنا رح أتوقف هون لأني قلت الطريقة. أوكي. أنا عملت قطعة رح أحطها هون. سوري، عملت قطعة امبارح اسود وابيض، قلت يمكن هيدي افضل شيء اني اعملها، ورح احط كمان افكار زياده فرد مره بهالحلقه. هلا هيدي معموله مثل ما هلا اشتغلنا، هول مكسرين وهول الحبوب يلي استعملناهم اللي اللون الاسود والابيض. نعم. هلا الروبي اللي رح احطها رح لونها شوي تكون اكثر. بنحط نحن روبة بلاط مثل ما بنبلط الحمام الصالون المطبخ، نستعمل البلاط. رح اخذ
بنستعمل هون يا روبي طبلات يا معجونة. لا شو بيقولوا ترابي بيضة. ترابي بيضة لازم حط المي بالأول، يمكن كتار الميات، وأنا بس عبيتهم هيك لأنه أصلاً في كتير ماركات. بنستعمل التراب البيضة. طالع في شي جامد هون. روبة البلاط بنحطها، بندوب مثل ما بندوب أي شي بودر مع مي، بنحاول قد ما فيها تكون جامدة شوي. يمكن بيلزمها بعد. بتاخد بعد، يعني لازم تكون جامدة. صحيح. وليش رح اجمدها شوي؟ هلا بورجيكم الجمادة قد ايه لحتى تنشف اسرع، مشان نلحق اليوم انه تخلص الحلقة. ونحن تقريبا فينا ننخلها لانه احيانا بتلاقي شوي جامد فيها. اوكي، فاذا انا خلطت وحابة احط لون، بركي بحط لون الموف. هلا رح احط اكريليك، بس لنروح للاشياء الفنيه فينا نستعمل الاكريليك، بس عاده بلط ما بحط اكريليك، بحط الوان مائيه خاصه بالموضوع. حطيت انا شويه موف ونيلي لحتى موف يكون مزرق شوي، راح اخلطهم. وانا شويه مجمدتها، فينا نعملها ارخى شوي شوي بس. معنا 10 دقايق بعد، في وقت. 10 دقايق ان شاء الله بنلحق. يعني عملتي لنا التكنيك الديكوباج، قلت انا يا حلو عملت الفيتراي، واو رائع. بس موزايك يعني كمان ما بعرف، يعني كل شيء احلى من شيء. بس بدك شيء حلوه بس قولي لي انت. واللي حابب يتسلى يجي لعندي على الصف، احلى صبحية. رح حطه واعمل بريسنج بالسفنجة. رح حط صحن احسن. نضغط لنعبي كل الفراغ. موضوع فعلا بياخد وقت، لكن رح حاول قد ما بقدر ان تكون نتيجة واضحة تماما اليوم. وهذا الفن كتير كتير حلو، خاصة اذا عم باخده انا لناحية جمالية اكتر من اني بس انه كسر حجار واعمل الفكرة الاساسية. نعم. اللي كنا عم نقول عنها. يعني اكيد هلأ كل يلي بده يحضر الحلقة اليوم رح يتحمس، حتطلع كثير افكار ويروح يتعلم عندك بالمعهد حتى يقدر يعمل. هلا اوكي عم ياخذ الفكره هون عم بيتعلمها، بس بالمعهد سمر انت لانه الاغراض بتامني له اياها. اكيد بياخذ الاشياء في وعي اكثر، في معلومات بقدر اعطيها اكثر، في افكار بنعملها اكثر، عرفتي؟ كله يعني واحد بياخذ وقته بكل شيء، بس انا ما ببخل ابدا اني اعطي الفكره قد ما بقدر اني اوسعها. هذا شيء مبين بحلقات كاري سورير، يعني مبين انه بتجرب تعطي قد ما فيك. يلي بده يشتغل بيقدر يشتغل، واللي بده يوفر بيقدر يوفر. نعم. وخلي الحياة حلوة بكل تفاصيلها. شوفي شو عملت انا هلا، حطيتهم وعملت قد ما في بريسنج لجوا. هلا رح نشف، رح استعمل السشوار لاستعجل الموضوع اكثر. بستعمل غالبا اذا كانوا كتار او ما منشفين كثير، لازم يكونوا منشفين. اذا نشفوا زياده بستعمل شويه مي
وبعمل مره واحده هيك ليصيروا على سويه بعض. نعم. ويصير بس الطبقه اللي برا كثير رقيقه. رح ارجع نشف استعمل بهالحالة فوطة قطن. أنا استعملت الجينز لحتى يساعدني إنه يخلص بسرعة. وهيدي هي النتيجة. كون عنا عم لمع الحجر. روعة. أكيد كل شيء بدي ياخد وقته تنشف بطريقة أحسن. ما بفتكر في حدا بيعملها أسرع من هيك. لا أكيد لا. طيب بعد عنا وقت؟ قديه معنا وقت؟ 6 دقائق. تنزيدها جمال أكتر. أوكي. لأنه في حلو في أحلى. فيني أنا أخذت الأرضية الموف مع الأبيض والأسود بيلبق لها الأحمر. بيلبق لها الأزرق اللي ميل للموف لأنه هو من الأساس هون. فيني أعمل فكرة رح ركبها هون. إذا أنا أخذت هيدي المربعة شلت الطرف والطرف ساكن مثل بيتال لوردي. أوكي. رح أعمل أكثر من واحدة. تزيدي عليها فلور يعني على صحيح. سمر بدنا نخلي وقت بدي احكي شوي عن هالفاز يلي طير لي عقلي. هيدا عملته سمر طبعا. هيدا تكنيك عالي من التنفيذ. بيجي وقت يعني نحكي عنه عن تفاصيله والمحظوظين اكثر هن اللي حييجوا على صفي. سمر بدي اسالك هيدي الموزاييك بينعمل مثلا على فخار على زيز. الفكره مهمه. ايه على شو اكيد فينا. الفخار هو كثير كثير بيناسب لانه مثل ما قلنا الفخار بيشرب الغري وبيصير بيشد شو ما بتحطي لعنده. بس خليني بس احط الفكره. أوكي. شوف البيتالات هودي اذا اخترت انا هاي الورده لزقت عليها بس اكيد هلا ما في وقت. واخذت هيدا البو حطيته. ايه عطوا الفكره كامله معك يعني مع الورد بالفاز هيك بيكون اخذنا الفكره كامله. حلوة. واكيد مع الاحمر بنحط احمر وهلا فينا نحكي عن اي شيء بدك اياه. كثير حلو. خلينا شوي لكن هونيك اللي عملت الايتاب بلشت فيها تنرجع نعيد شوي. كيف بنبلش الستيب؟ حطينا غير على مساحه مش كلها. أوكي. مساحه اللي بدنا نشتغل عليها. نعم. مساحة قليلة ومنحطهم بشكل مرتب. رح يبقى بمطرحة لأنه الغري سميك أفضل من أنه يكون رخو. وأكيد برجع بكمل الفكرة. أنا اخترت أنه يكون مثلثات من تحت لأنه سهل أنك تركبيهم جنب بعض مثل ما لاحظتي. بس بتعبيهم نتركها لتاني يوم تنشف. تاني يوم بنستعمل روبة بلاط أو ترابة بيضة بنحركها مع شوية مي لتصير مثل لبنة. ومنمدها بالسباتول أما بالإبونج. أنا بحب أستعمل الإبونج لأنه بتساعد. هذه إذا بدي إياها بيضة بس أنت هون زدتي لها لون. إذا بدي إياها مع لون بحط لها لون. نحن بنستعمل أكريليك. أوكي. يعني البلاطين ما بيستعملوا هاي بس أنا بقول طالما تتحلل بالمي فينا نحط جواش بنحط تلوينة الأكل. كتير إشياء متوفرة عنا بالبيت بنستعملها ومنمدها بالإبونج بعدين مننظفها بشوية مي بعد ما ننشف أو تنشف لوحدها مننشفها بشوية مي مع الإبونج كمان نرجع مننشفها يا لوحدها يا بالسشوار وبلمعها بفوطة قطن. فوطة قطن مثل ما عملنا هون ابتداء من الجينز أما قميص أما تيشيرت قديم. بس أحسن ما يكون إلاستيك يعني وبتلمعيها يعني إذا لاحظتي هون لمعت تبينت البلاطة لامعة. مزبوط. الحجر شوي في له اختلاف بسيط وخلص هيك بتكون هاي القطعة ما بقى بترجع تحطي لها شيء فوق. بنحطها على البلكون. ايه. وبنلبق الألوان اللي بتناسبنا. صح. وفنجان قهوة
طيب سمر خلينا نحكي شوي عن هالثلاثة. زيت الشي تقريبا مثل ما عملنا هلا. هون روبة سوداء هون أول شيء عملت ديزاين أنا. أوكي. رسمت بقلم رصاص على الفخار ولحقت الفكرة لحقت قلم رصاص الديزاين اللي أنا عملته. أوكي. اخترت أنا ألوان شوية أسود وأبيض. الروبة هون سوداء وغالبا منجيبها جاهزة تكون سوداء حتى يكون سوداء قوي. أوكي. نستعمل نفس الطريقة جوا ألوان الأكريليك اللي احنا تعودنا نحطها على الخشب بنحطها كمان على الفخار. ترجع بتعملي فيرني فوق. بحط فيرني وفينا كمان نتركها حلو. بدون شيء. وهيك هون استعملتها مثل ما هي القطعة. هيدا رائع. وأكيد كل ما بيكون البرمة أقوى كل ما بدنا نكسر القطعة أكثر لحتى تبرم معنا. وأكيد اخترت ألوان بتناسب حسب المطرح ما بدنا نحط البو. وهون ذوقنا نحن مثل ما قلنا كيف ننسق تيابنا بننسق هول الأشياء. هذا كتير في هيك الفينيساج اخدي وقت فيه وملبق الألوان. هيدا اللي حبيتي كتير. ايه خلينا شوي نحكي. لاحظتي استعملت ألوان بتناسب المفروشات أكتر بتناسب الاندور أكتر. نعم. هون خرج كتير بالكون وهيك. حتى التكنيك كله مختلف يعني بس بطريقة التلزيق بطريقة الروبة بطريقة هيك شيء واختيار الألوان اللي فيها الجولد أكتر. بس التكنيك اللي علمتينا اياه هلا كثير شبيه في بتنعمل صحيح يعني صحيح اكيد اذا عندهم جاتي طويله. وكثير حلو اذا عندك فاز زهقتي منه انكسر طرف ولا زقتي ما فيك تخليه. نعم. هيك بس هو الفورم حلو اضبط شيء انه نعمل له موزايك عن جد كثير حلو او ديكوباج اذا بدك. انا حبيت هالبويات كثير قديش بكره بالصيف حلوين على الطاولات بالجنينه. يعني هون اخذنا الالوان فيري سمبل ما فتنا شيء غير بالكادر. نعم. مع الفكره اللي حكيناها هلا كثير بيطلع معنا افكار. المهم تنسيق الالوان. نعم. المهم شو حنحط فيه ورد يعني هيدا الاحمر مثلا فينا نحطه هون ليك ما احلى كثير هيك هابينس صار عنا بتحس بالورد وهالالوان كل شغلنا ضلنا فرحانين ضل جو البيت حلو ان شاء الله. سمر حلقه كثير حلوه ان الله رد في لها تكمله لحتى هيك تتثبت بعقولنا منيح وننفذها نحن بالبيت. بتشكرك بتشكرك على هالغراض كلها اللي بتجيبيها وبتشتريها وعم تعطي من بكل محبه لحتى نحن نتعلمها. وهيك أصدقائي بتكون خلصت حلقتنا. مثل آخر نصيحة بقلكن إياها خلوا ديما البسمة على وشكم. باي.